السلام عليكم. السلام عليكم. اكيد ما عرفتونيش فين كنت. اكيد فهمتي المونتاج. المونتاج. قبل ما نبدا الفيديو دغيا بالزربه، الناس اللي كتقول لك زعما كاينه بقى دير لنا فيديوهات بزاف، انا وليت كنحاول ما امكن نصور ثلاثه الحلقات في خطره، وديك الساعه كنقطعهم. فإلا بغيتوني نبقاو نصورو بزاف وكذا وتسهل الخدمة، تبقاو طاكيوني مثلا في فيديوهات اللي كيكونوا كيضحكوا، فيديوهات مزيانين، فيديوهات كيبانوا لكم انهم يدوزوا في الرياكشن، تبقاو طاكيوني اولا تصيفطوا لي في ميساجات يا في فيسبوك يا في الانستغرام، مهم في ما عجبكم، يا ما تصيفطوا لي في الانستغرام ولا في فيسبوك ولا طاكيوني في فيديوهات زواوني وكذا، هكا كتساعدوني انا دغيا ندير رياكشن على بزاف الفيديوهات. هذا ما كان يتطلب البقاء لاكثر من ساعه طلب مشروبا ثانيا، وقالوا حتى بالفرنسي. هل زعما كاين؟ شوف الا ما فهمتيش بالعربيه ها هي بالفرنسي. دابا خصني ساعد المكانه نطلب دومون اخر، يعني مشروب اخر. ايوا يا ربي ما تشوفهاش القهوه اللي كنكس فيها، ما عرفتش نكس فيها، تنشط القهوه مع 12 النهار، تمشي نصلي ونرجع، ونمشي نصلي العصر ونرجع، وتبقى ندك فيها غير بشويه غير بشويه، تضرب ديك الخمسه الخمسه ونص عاد تنتحرك. هي نتلاقاو غدا وجايه معايا صاحبتي، جيب انت معك صاحبك. صاحبك تيدي ديك الضحكه نتاع هي راه ما عندك عليها لا ينص، شتي بوحدك هي شتي شتي ها مع نمشي معك قن شتي شتي بوحدك الا شتي شتي معك دي معك صاحبك. اصلا انت غادي تخلص ثلاثه الكونسوماسيون، خلص اربعه وصافي، ويلي صافي خلص اربعه، ولا تبقى تغمس صاحبك قول له قول له مصايم وانت تصدق مخلص غير دوك ثلاثه. كون قاعد يا حبيان مطلعينا على مول تقاشر حمر. صافي راه شحال خايبه، صافي يشدوا فيك المغاربه ولا يشدوا فيك شي مجمع، تتكون انت هو البطل ديال الحلقه. زعما له اللي كتب على شي واحد، شوف مسكين السيد جاي معروض وكذا، تلقى راه فرحان وتقاش صحابو السيد، ما صحابوش بلي غادي يخرج بشي مسخوط الوالدين غادي يطلعها عليه الحلقه كامله. تيبقى ياكل كياكل الدجاج مسكين وما قالوش، كيضحكوا عليه من الطبله الثانيه، وهذا هو المغرب ما يبقاش فيك الحال. الصن شوف انا لابسهم في الصفر. تخلص مني الدرع. سير 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 اخوة الله يجزيكم بخير، صفقوا على البطل، إلا ما صفقتيش عليه أنت محسد، صفقوا على البطل. أنت بطل أخي، أنت اللي شربتي الزيت بطل. في غادي تمشي للطبيب قول لهادو اللي كيقولوا لك وي وي، يجي عندك شي واحد يجيب لك دانون ولا شي لعبة ولا. شتي تبيع على عجل؟ شتي تبيع على عجل، وسيد فرحان مسكين كذا شرب يطرد الزيت، وكون غير كانت بلدية رومية الساط رومية عتي. سم بلا كذوب، شحال خسرتي ديال الفلوس من الصباح حتى لدابا؟ عاودتي خليني ساكت، عاودتي راه ما كنبغيوش نهضروا في هذا الشيء هذا باش ما كنتأزموش، ما كنبغيوش نتأزمو. غتكون تكون شي ما بين على حساب هذاك 12 درهم، 7 درهم القهوة، درهم البو، 12 درهم كاينه سير، الا ما نسيت شي حاجه 12 درهم كاينه خاسره. وانتم كتبوا في لي كومونتير شحال خسرتوا من الصباح حتى دابا في كتفرجوا في هذا الفيديو، شحال خسرتوا؟ وبلا كذوب اجي شي واحد يقول لي 5000 درهم 10000 درهم، لا بلا كذوب قول لنا شحال خسرتوا من الصباح حتى الليل.
كيشطحوا ردوا البلغي مع مول الكراسه اللي اللور. شو كان غي غادي شو ها واو سير اخو سير كاينه سير معلم عاد قريتها انا السعاده لا تقدر بالشمال كلشي على مول الكراسه. اشوف اصاحبي حق الله اصاحبي اللي بنادم راه ماشي زعما كاين راه كيدخل الفرحه لراسو وكيخلق لومبيونس لراسو ماشي من الضروري ان تكون عندك الفلوس وكذا. تلقى بنادم اصاحبي غير مول الكروسه غا كان دايز مسكين ربي اللي عان به وكذا وشاف لومبيونس وفرح راسو فهمتي صافي فرح راسو ودوز صافي تلقى انت ديما الهم وكذا والغم وما صورت والو وما درت والو ضحك وربي غادي يفاجئ هذا ما كان. سير هاد مول الكروسه هذا سير اخويا الله يفرحك ويسلك ربي الطريق ديالك ويرزقك من حيث لا تدري الله يسهل عليك اخويا والله باين ولد الناس. انت باش تعرفوا واش الكونيكسيون شوف وصلت للفيديو ديالك اختي الكونيكسيون ما عرفتش دونك فهمتي المشكل راه حتى الكونيكسيون ما تقبلاتش هذا الفيديو هذا بغيتينا نتقبلوه حنايا ولكن كاين شوفي كاين بقى في هذا البروش مسكين بقى في هذا البروش اما راه كاين عبر الرجل باش نجيك من الاخر فيديو كاين هاد اللقطه بحالي لا فايت شايفها في شي بلاصه ولا غير جاب لي الله اه يا تا اه ها هاد اللقطه هاد اللقطه راه ولات عرفتي شحال من واحد تيديرها ويلي ويلي اللي مجوج اللي مختن اللي كدا كيجيبوا هاد اللعيبات هادو دابا صافي هذا ولي ستيل فين ما كيتزاد دابا عند شي واحد شي حاجه غادي يجيب هاد اللعيبات هاد الدراري هادو غادي يجيب هاد السلام هذا شوف بالرجوله حلاوه السبوع ما بقاتش باش نجيكم من الاخر حلاوه السبوع ما بقاتش ملي ولا فيها البريستيج والتصوير وكدا ما بقاتش ديك الحلاوه ديال السبوع اسبوع كتلقى عتي حولي مجمعين عليه العائله وكذا وكتذبح كتكرفس بالدم كذا هز كذا حط الغوات صداع الزغاريت اسبوع العرس كذلك كانت الحلاوه دابا ملي يدخل البريستيج والتصاور وكذا والتقليد والعياذ بالله التقليد كيقلدوا لا لا ما بقاتش ديك الحلاوه بالرجوله. المهم اختي اسماء والزوج ديالها صالح الله زياده مبروكه والله يكبر في عزكم ان شاء الله امين. مسكين خونا على نيتو كيشوف زعما كاين فهمتي راه يخرج له الزيرو هذاك الزيرو اللي كيخرجوا دوك الناس الله يعفو على الناس اللي كتكمل الشيشه هو وراك الزيرو اصاطي هادشي بحال هذوك التليفون اللي كان في الشارع اللي كتحشي لاكار كان كيقول لك بنادم اجي تسمع الشاب بلال ايه هي اللي كلاوها بالشاب بلال قليل اللي غادي يعقل على هذا البلان هذا. مرحبا بوليداتنا ولي خلعتنا مرحبا به واللي غيخلي لي ديسلايك الله يعطيه الصلاه بسرعه واللي غيدير لي لايك الله يجعله من الجنه العليا يا ربي يا ربي واللي غيدير لي لايك وبصمه زوينه انا كنطلب له النصر بلا قدر يا ربي واللي غيدير ديسلايك اللهم تعالى يعطيه السرطان. بحال هذا الجهل هذا وهاد قلت الحياه راه سميتو قلت الحياه والتصاره انك كتعايري في عباد الله انهم اللي داروا لك ديزلايك الله يعطيهم المرض الخايب واخا يكون كاع هذا الانسان كيف ما بغى يكون نوعه ما تدعيش عليه بالمرض الخايب ما وكيف ما بغى يكون نوعه وزعما كاين هاد الناس اللي كيديروا ديزلايك ناس خايبين ناس شنو راه بحالهم بحالنا عادي حتى اذا كندير ديزلايك لشي فيديو ما عجبنيش ما عجبوش الفيديو ديالك دار لك ديزلايك ما عجبوش الفيديو ديالي دار ديزلايك باش كضرك هذيك ديزلايك لا انت لا انا لا واحد اخر باش ما والو علاش كتدعي في عباد الله بالله يعطيكم علاش كتدعي فيهم هذا راه در قلت ما عرفتش الجهل وهذا بنتي تقلبي على الحبسه امي نعيمه انا كنقول لك هاتي عرفتي تقلبي على الحبسه تبقاو نقولوا وحشومه وكذا والله امي نعيمه كتقلبي على شي مشاكل حشومه اش هذا الجهل وذاك راه له امين ودي نوضة ونوض نوضة صاحبي بركة من الويل ديالك ويلي ويلي على العراسة اللي كيحمقوني هي المحيا سير على الله هي المحيا سير البيرة الله الله المحيا طيحت البيرة الله الله
شو قمة التسامح في هذه السكيرية ها؟ والله إلا قمة التسامح ها شو. رجع حوية. رجع شو هو هو يطيح بط بط. شوفوا قمة التواضع، قمة التواضع، قمة الرجولة، قمة الإنسانية. شوف بنادم سكران كيكون حنين طيحو كذا ناض كيشطح يعني اخيت خذ راحتك اخويا هانيه احنا خوج احنا الحب احنا ما بيناتناش الصد هانيه البير مع الروج مع المحيا ها ها لي فيلك يعطيو هادشي خوتي سالت الحلقه ديال اليوم كتبنا تكون عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع صحابكم مولقانا ان شاء الله في الحلقه الجايه توب عليكم.